تحية لكم. القضاء البلجيكي يقبل دعوى على مسؤولين إسرائيليين على خلفية جرائم حرب في غزة. قبول في الشكل قد لا يتبعه قبول في المضمون، والشكوى قد تدخل أدراج المحكمة الفيدرالية وتنام إلى جانب مثيلاتها. تحرك قضائي يستند إلى تقرير جولدستون وحقائق دامغة أقرتها الأمم المتحدة، واللوبي الصهيوني يشكل حائط سد بوجه تحقيق العدالة. محاولات جريئة لمحاكمة المجرمين، ولكن هل تتمكن من اختراق سقف الحماية الأوروبية لكيان الاحتلال؟ وافقت الهيئة العليا للمحكمة الفيدرالية في بلجيكا على النظر في ملف دعوى قضائية تقدم بها بلجيكي من أصل فلسطيني وهو طبيب يدعى أنور العكا و13 فلسطينيا يقيمون في قطاع غزة على مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتناقش الشكوى جرائم ضد الإنسانية ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون أثناء عدوان الرصاص المسكوب على غزة العام الماضي. وتستهدف الشكوى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني ووزير الحرب إيهود باراك ونائبه متان فيلنائي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. المحاميان البلجيكيان جورج هنري بوتيه وأليكسي ديسوف اللذان يمثلان القضية قالا إنهما يستندان في شكواهما إلى عدة مواد في القانون البلجيكي تجيز التقدم بشكاوى ذات طبيعة دولية، وعلى تقرير جولدسون الذي أشار إلى انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي إضافة إلى معاهدة جنيف. يذكر أن القضاء البلجيكي كان قد نظر عدة مرات في شكاوى مقدمة ضد مسؤولين إسرائيليين، أشهرها الشكوى المقدمة من مواطنين لبنانيين وفلسطينيين على خلفية مذابح صبرا وشتيلة سنة 1982. كما تقدمت مواطنتان بلجيكيتان بشكوى ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية العدوان على أسطول الحرية حيث كانتا على متن إحدى سفنه. لمناقشة هذا الموضوع أرحب من بيروت برئيس مركز حمورابي للدراسات القانونية الدكتور إبراهيم عواضة، ومن بروكسل الوكيل الفلسطيني في الدعوة القضائية الدكتور أنور العكا. مع الترحيب بكما، البداية معك من بيروت دكتور إبراهيم عواضة. إذا دخلنا في الموضوع مباشرة، قبول القضاء البلجيكي النظر في دعوى جرائم حرب ضد مسؤولين إسرائيليين من وجهة نظرك ماذا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من أن نتقدم بالشكر إلى تركيا التي تحمل الخط الوطني الصحيح والصادق بشعبها وقيادتها وحكامها، ونتقدم من ذوي الضحايا بأحر التعازي، ونتقدم من بعض العرب الذين شاركوا في هذه الحملة على أسطول الحرية، ومنهم أحد الزملاء الكويتيين المحامي الكويتي، وكذلك نتقدم من حكومة الكويت على الموقف الذي أخذوه باتجاه سحب المبادرة العربية، وكنا نتمنى على بقية الأنظمة العربية أن تقف هذا الموقف. هذا في البداية. أما في مضمون الدعوة والشكوى والجرائم التي ارتكبت، فحقيقة ومما لا شك فيه أن الجرائم التي ارتكبت على أسطول الحرية هي شيء مترابط مع وضع غزة، وبالتالي غزة هي محتلة ومن قبل العدو الصهيوني، وهذه الأسطول الذي كان يذهب إلى غزة هو لتقديم المساعدات، مساعدات الأدوية ومساعدات الغذاء وما شابه، وهذه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 من المفروض على الدولة المحتلة أن تقدم المساعدات وليس تمنعها وتعتدي عليهم. طيب جيد، لو أنتقل إلى بروكسل معك دكتور أنور العكا، سؤال مباشر، على ماذا اعتمدتم لتقديم الدعوة ضد المسؤولين الإسرائيليين وما فرص نجاحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شكرا لك يا أختي الكريمة على هذه الاستضافة الكريمة. أهلا. أولا بالنسبة اعتمادنا أولا على الله سبحانه وتعالى، ثم على عدالة القضاء البلجيكي هنا بصفتي
حصلت على المواطنة البلجيكية، فمعنى المواطنة هنا أن تحصل على المواطنة معنى أن تحصل على كافة الحقوق والواجبات. وأنا أشكر طبعا كثير هذه الدولة التي استضافتنا وأعطتنا طبعا كافة حقوقنا. وأنا طبعا بطالب طبعا من دولة بلجيكا أنه تدخل من أجل إنصافي ومن أجل إحقاق الحق وإعطاء حقوقي ولما تعرضت له طيب. هناك في بلد الأرض في فلسطين من اعتداء. نعم. ومن هدم. طيب دكتور أنور العكا، السؤال المطروح هنا كنت أتساءل معك عن فرص نجاح هذه الدعوة استنادا إلى دعاوى سابقة رفعت في بلجيكا ضد هذا الكيان المغتصب. والله يا أختي الكريمة هو الأمر ليس بالساهل، ولكن اعتمادا لقوانين روما الموقعة 1968 انه القضيه لا تموت بفوات الوقت عليها. وانتم تعلمون جيدا ان الاسرائيليين قاموا باعتقالات الذين قاموا في العهد في عهدنا الحاضر يعني من كم سنه فقط، ولكن لا. نحن نتمنى انه من هذا الضمير العالمي الذي تبقى حيا نتمنى نوعا ما التفاف حول قضايانا المصيرية أو حول مشكلتنا الرئيسية. نعم، خصوصا أنه هذه المرة الجريمة الإسرائيلية موثقة بالصور. شكرا على مشاركتك معنا من بروكسل الدكتور أنور العكا. وأبقى في بروكسل وأنتقل إلى رئيس مكونات الجالية العربية في بلجيكا السيد فادي بن عدي. أهلا بك سيد فادي بن عدي. قبول الدعوة من قبل المحكمة الفيدرالية في بلجيكا برأيك هل هو بمثابة مؤشر إيجابي للنظر في هذه الدعوة تحديدا؟ أولا أشكر الإخوة في بيروت في قناة العالم على اهتمامهم بما يجري في بلجيكا يعني في بروكسل، وخاصة في موضوع تقديم الدعوة ضد إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني في غزة. نعم. فأغتنم الفرصة قبل جوابكم على الموضوع أن أتقدم بشكري لكل الإخوة الذين ساهموا في إعداد هذه الدعوة من بلجيكيين وعرب وغيرهم، لأنه تطلب وقت طويل وجهد كبير من أجل الوصول إلى تقديم الدعوة أمام المحكمة البلجيكية. نعم. فما هي التأثيرات التي ستتركها هذه الدعوة؟ فهي كيفما كان الحال فهي ستقدم قضية الشعب الفلسطيني إلى مواقع أفضل. نعم. نظرا أن اليوم نخوض معارك قانونية والكل يعلم بأن في دول القانون فالقانون أقوى من القوة نفسها. نعم. يعني القوة التي استعملتها إسرائيل. طيب. فالقانون يعني في الدول المتحضرة كأوروبا وأمريكا وغيرها من الدول الديمقراطية والقانونية فالقانون أقوى من هذه الغطرسة. طيب. والقانون الدولي هو كذلك. فإذا تمكننا من الوصول إلى حكم عادل في هذا الموضوع فستكون أول مرة لتقديم القضية. نعم. أمام المحكمة. يعني كلنا أمل. نعم كلنا أمل في ذلك. متابعات أخرى في دول أخرى. طيب سأعود إليك، ابقى معي لو سمحت سيد فادي بن عدي. لو أعود إليك دكتور إبراهيم عواضة في بيروت، في حال إن شاء الله ونحن متفائلون قدر لهذه الدعوة أن تصل إلى مداها، برأيك تأثير الأحكام المتخذة باعتبارها يعني أن ستتخذ على المسؤولين الإسرائيليين، ما التأثيرات التي ستكون مباشرة عليهم؟ في مبدأ المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوة في بلجيكا هي ذات اختصاص دولي، ويحق لكل مواطن من جنسية بلجيكية أن يتقدم بهذه الدعوة ضد مسؤولين من اعتدي عليه. حقيقة هذا الأمر عدل في بلجيكا هذا القانون بعد أن كانت محاكم بلجيكا تحاكم كافة المسؤولين عن جرائم الحرب والتي قدمت في حينها من نتيجة لما تقدمت به سيدتي الكريمة بخصوص الجرائم التي ارتكبت في لبنان مجازر صبرا وشتيلة، وتم تقديم دعوة بوجه رئيس وزراء العدو الصهيوني.